السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ دايرين مع صحه لاباس عليكم؟ نتمناكم كلكم على خير وبخير. اليوم جيتكم بفيديو جديد ان شاء الله باذن الله. غادي نمشي نشوف شي صوالح، شي حوايج طاحت واحد الرومبا، غنشوف شي حوايج صالحين ليا. بغيت نشوف داكشي ديال لابيسين وهذا، غنبدا ان شاء الله. بغيت دابا نشوف غير فكره وتقولوا لي شنو كاين، وغادي نشوف الجلي لقيت اللي بغيت وهادي. المهم ما عليناش. واحد السيده كتبت لي في لي كومونتير تقرا راجلي، وكنشكرها من هنا، بارك الله فيها. بغاتني نهضر على المراه، فحد نهضر على المراه مسكينه اللي كتكون ما عندهاش، وبغات تنوض تخدم، بغات تنوض دمار، بغات شو. المراه ديما خصها يكون عندها كوراج، خصها تزيد القدام. المراه ما خصهاش ترجع اللور. المراه مسكينه اكثريه كيحقروها، ولكن المراه خصها تكون قويه. المراه هي عندها شخصيه ديالها، وخصها هي تكون دايره، تكون عندها كلمه، وتنوض دمار على راسها. ولو تبدا عيب كروشي، ولو تبدا عيب زيوفه، ولو تبدا عيب مثلا حنا كنقولوا الكيسات، كنا حنا كنخدموا الكيسات، وكنخدموا داك الدرور، وكنخدموا دوك الكيسات ديال الصابون والدرور ديال حياتي. شوف كلشي خدمناه. المراه ما تعقش، واخا جا هذا الحجر الصحي، هذا الحجر الصحي هادشي ديال الفيروس راجع على العالم كامل، وحطم العالم كامل، وحطم الناس مساكن، وكاين اللي الازمه ديالو هبطات. ومن هنا حتى حنا الخدمه ديال راجلي راه نقصات. واش نقول لكم؟ من هنا المراه خصها تكون قويه وتزيد القدام. حنا كنا بكري، كنقول لك انايا دابا تنعاود لك في 70 في 80 ما كانش عندنا، وكنا عايشين واكلين شاربين الخبز، كناكلوه كنا نديرو كلشي. والله حتى كانت الوالده اش كدير؟ كانت مسكينه كتجيب لينا الكومير، انا كنت كنمشي نجيبو من عندي مخبازه، نعاود لي نجيب كوميره ب 14 ريال، لا سمعتوها ب 14 ريال، كنعطي 14 ريال داك المول المخبازه، وكيجمع لي داك الكومير المهرس. كومير المهرس ملي كتجيبو اكثر من كوميره، اقسم بالله الا كنا كنجيبو للدار. انا بعدا كنت كنمشي للمخبازه، وفي العود اللي نعطيه 14 ريال يعطيني كوميره، كنعطيه 14 ريال نقول له يعطيني المقسوم. داك المقسوم اكثر من سميتو. والانسان ما يملش وما يقش، وزيدوا القدام. وهاد السيده قالت لك انا مع الحجر الصحي وهادي. شوفي اختي، واخا الحجر الصحي تحزمي وكوني امراه، وكوني امراه ودمري وجيبيها بعرق كتافك، فاش ما جبتيها، فاش ما خدمتي، فاش ما دمرتي، صيبيعي الحلوه وبيعيها، صيبيعي اي حاجه وديريها، انت ما تمليش. انا درت انا هاد اليوتيوب في الحجر الصحي، من يلاه ساله يلاه خرجنا من الحجر الصحي وبديتو، وما يأش. وانا كيقولوا لي لا وادي وادي، ولكن ما نيأش. انا من داك النوع اللي ما كيستسلمش، كنزيد القدام، تنبغي نزيد القدام، وتنبغي نبغي هذا. وهادشي اللي طلبت مني السيده راه طلبت، راه قلتو لكم، وهادشي اللي كاين واللي طلبتو مني راه نقولو لكم. ودابا غتبعوا معايا، باغا نمشي للوسيون. لوسيون فيها جليج بزاف، وخصني نشوف شي جليج اللي غيجيني في لابيسين حرش ما يزلقش ليا الدراري. وغنعاود لابيسين ان شاء الله، وغتعاونوني متى نتوما، وغتعطيوني رايكم. انا غادي دابا ندير لكم الانواع ديال الجليج، وتعطيوني رايكم، حيت انا ما بغيتش نتزرف ثاني كما تزرفت في لابيسين ديالي. بغا نعاودو ان شاء الله، نعاودو زوين. ديجا عندي يمكن في الحمام ديال البنات، وهذا حيط، هذا حيط، هذا هو حيط كله، حيت الا تضرب في الارض يشد الوسخ. هذا كاين هذا، ولكن حتى هذا زوين، هذا حرش، هذا جاي حتى هو بحال شكل بوشاردو. هذا مزيان، كنظن هذا مزيان. انت ها هو، وكاين هذا، ولكن حتى هذا غيجي زوين. هذا واقيلا يجي زوين، هذا يجي رائع حقيقة. كلهم زوينين، خصها ما يزلقش. كاين هذا، هذا يشد لي الوسخ مازال. ها
هذا لا هذا يشد لي الوسخ هذا ما يشدش الوسخ هذا انت معلم ما تنسولك بالنسبه انا عندي بوشارد واش نخليه ونخدم فوقه ولا نحيد ما يتحيدش يشد يشد حيت ديجا حرج الكولا وخص على برا هاد الكولا على برا ما كتجيش كبيره ولكن متر وعشرين على متر وعشرين جا مقسمها يا اختي تولي هادي خصها تحط هادي ما خصهاش تضيع ما خصهاش تضيع هادي هادي تحط خصها لي سباس كبير كاين حتى هاد لا هذا غير الحد ديال لا الظهر ديالها عيد الظهر عندك رب ديال متر وعشرين بغيت تخدمي بالطول بالطول شحال يكون عندك كاع وهذا دابا بيدنا باش ما نشدش الناس كندور هاد اللوين يجيني مع الكوزينه ولا هذا عندهم والو ولا هذا عندهم ولا هذا هادو هما اللي يجوني انا مع الكوزينه فيهم هذاك اللون ديال الكوزينه اللي عندي هذا ما فيش هذا هذا ولا هذا كاين هذا هذا ولكن ديال الحيط كاين ثاني هذا ديال الحيط واو شتي جرديني زوين هذا الحيط هذا شي حمام هذا تا هو زوين هذا بين الحيط شي حيط غزال يجي زوين صراحه تقول كل شيء زوين تا انا زوين الدوش نايلة البلاصة هادي ديال الدوش هذا تاني هذا يجيني في الحيط وندير لون اخر باش يجيني زوين الدوشات شحال زوين سال دو بان هدا 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 هو داك اللي شلنا من ليدا لا كربوس واحد اخر انا درت البوشارد وكيشد لي الوسخ بزاف هدا وكاين هدا ولكن ماشي خور ظل الحيط ندير هذا ولكن هذا ما غايجيش معاه يقدر يجي معاه هذا هشتي هذا يجي معاه هذا ابيض بزاف ابيض بزاف هذا اللي يجي معاه هذا يمكن تحيد يمكن يجي معاه لا يجي معاه ماشي يمكن هذا يمكن هذا غايجي معاه هذا هادي انا ساليت جيت لوسيون شت داك جليج حبتي حمقني الصراحه تقال داكشي واعر وان شاء الله يا ربي نبدا نصايب انا خايفه عين بدا غتخرج مني زباله الفلوس انا عارفاها ولكن غنصلح لا بيسين ديالي ان شاء الله تتولي تشوفي لا بيسين داكشي نقي وداكشي زوين وان شاء الله يا ربي يا ربي تدعوا معايا شفت اي واحد شوفوا اي واحد عنده امنيته اي واحد كيتمنى راه ما عمرك تسالي كتقول ديما كتمني تتمني وانا نتمنى نصيب داك لابيسين يكون زوين انزل بعدا لابيسين يكون زوين داكشي يكون داكشي زوين صراحه تقال ودعوا معايا وشجعوني انا دابا خصني نشوف معلم وجيت شفت الجليج عجبني وناخذ جليج نحطو ولكن خصني الا حطيتو نحطو بزيت اللي بديت نخدم ما نطيحش اون بان حيت جليج ضروري خصك تخدميه في جده
وإلا خصك كتنوضي تمشي تشري كتلقاي باقي، ولكن إلا بقى عندي أنا في الدار وبقى محطوط شهورا غنجي نقلب على داك الجليج ما غنلقاش. وأنا بغيت ندير الحيط وندير الأرض باش يجي داك الشيء ما يبقاش حتى داك العفن وداك البيوضة وداك الوصاف، حيت موسخة الدنيا صراحة ما عجبتنيش. وأنا غادي نديرو فوق داك، راه واحد السيدة كنشكرها من هنا قالت لي بلا ما تحيدي داك الرخام خليه غتخدمي فوق منه باش غيجي زوين، وغادي نديرو ان شاء الله باذن الله يا ربي. ودابا انا ساليت هنا غندير خدمتي اليوم، غندير غير واحد لي بات بالدنجال غنديرها غنشاركها معاكم حتى العشيه، عاد ندير العشاء للدراري نتوما. براد 250 300 شوفوا تبارك الله هادشي كيداير غزال. عندنا في تماره شنو هاد الشارع شنو سميتو هاد الشارع؟ شارع القاهرة حدا الجامع مسجد الفضيلة. راه واحد السيدة كتبيع داكشي العقيق اللي خديت من عندها العقيق ديال الجلابة. هانتوما تبارك الله هادشي عندها كيداير وزوين اختي والله الا انا ما كنتش ما تبارك الله صلى على النبي ان شاء الله. هادشي اللي كيبغي هاد الديكور هذا، هادي شحال دايره هادي كلها وثمنها؟ هنا 600 680 تبارك الله ان شاء الله. هذيك ديال سميتها ولا بغيتو الثمن نرجع ندير لكم الثمن اللي بغيتو نشوف. هذا ديجا عندي هاد البرارد انايا هذا تا هو ديجا عندي تحمق على هادشي هنايا تبارك الله صلى الله عندي. الله يعاون اختي والله يسهل عليك شي اللي كيجري في الصلاح مزيان. هانتوما هادي كي دايره تبارك الله، هادي شكل اخر اختي. هادو كيعجبوني ولكن كنخاف الدراري يطيحوهم ليا في الصاله، خصهم بلاصه مديره. الله اكبر الله اكبر. مزيان زعما شي مزيان حنا كنصوروا الاذان مزيان اخ اخ اش كيبغي. هذا سيرفيس ديال الفراشات شحال داير هذا؟ 400 درهم. هذا الكيسان لا قلت الله اكبر. هذه راه ديتها كنت ديتها لواحد السيده كنعرفها بحال هذا ديت ليها من عندك. هذا هذا الطبيسه اللي هذا البسطيله شحال كيديروا؟ 100 درهم زوينين اختي. وانا باغا ندير بسطيله الواجب ديال ليا واحد شي وحده نديني تنستغل ناخذ طبسيل. انا باغا ندير بسطيله وما عنديش واش نحطها، ما كنبغيش ديال الطوس ما بقاش كنحمل ديال الطوس نهائيا. مية درهم راه زوين اختي. السيدة اللي كتبيع داكشي العقيق اللي تصورت عندها العقيق راه هو هذا هذا هو المحل ديالها. انا عندي داكشي غزال الا بغيت البنات تجيو داكشي زوين. ها نتوما اللي بغى يدير الشمع الرومانسيه خليت لكم الاذان. انا رجعت معكم غندير العشيوه ديالي وغادي تبعوا معايا الدراري. دابا مع ولا البرد ضروري خصهم العشيوه. بغيت نقول لكم واحد السيده سولتنا على كيفاش نديروا الخضره في الثلاجه باش تبقى لنا مده. فاطمه الزهره سميتها فاطمه الزهره. شكرا فاطمه الزهره. هنا انا غنوريكم القرعه. القرعه انا كنجيبها حتى هي كتشرب الماء. كندير تحتها كاغط
وكنديرها هكا تتصبر ما كت... نفس المشكل كنديرو المطيشه مطيشه هي كندير تحتها الماء ما كت... سمحوا لي كندير تحتها كاغر هنا هادو وريتهم للسيده هادو غير بغيت نوريهم للسيده عندي هنا شي 2 كيلو ديال الجناوح 2 كيلو ديال الجناوح دابا انا راجلي غيجي هنا باش نوريكم شنو غندير في المقبره شويه القزبر حيت انا هذه راه فايته ما في ما عمري درتها ولكن شي ناس طلبوها مني وبغيت نعاودها ان شاء الله باش نوريها لكم هنا درت شويه القزبر انا القزبر ما تنديروش ولكن هذه الخطره درتو هذه غادي نقطع بها نقطع بها على شكل هنا عندنا لا موطارد عندنا الصوجة عندنا سكين جبير جاد معلقة صغيرة ديال سكين جبير نص معلقة راس المعلقة ديال البزار بيبي بيبي هنا عندنا الخرقوم كركومة معلقة هنا عندنا التحميرة نديرو التحميرة كتبغيه هنا هادو هما ساليناهم هنا عندنا الملح ديجا هذا مغسول بالملح وفيه الحامض والملح غندير عليه شويه هنا عندنا ما نوداي ديتو لصالي صالي هنا عندنا البيض وابا ما تديوش عليها الروينه راه غنجمعها انا عندي كيلو ونص قلت ندير ثلاثه البيضات بالنسبه لعندكم نص كيلو ديروا ال ماشي كيلو ونص هذا راه كثار راه عليه 2 كيلو هادشي انا بعدا كنظن 2 كيلو 3 uova per 2 kg di pollo di ali di pollo sì. Un po' di farina farina غنديروا طحين معلقه ونص ديال الطحين تططططططط راه باش نخلطها مصطفى نعم قال لي واش جبتي هذيك هذيك مصطفى هذيك مصطفى هذيك راهي هذيك هنا غنخلط هذا الشيء ندير شويه الزيت بالبي زيت الرومي اللي بغيتو ما مشربتش الكوري يعني ما كنبغيش الكوري يشرب ليا هنا غنخلط هذا الشيء لا بلاتي مصطفى باش نوري وضوح شتي ها هكا هنا غنرمد الدجاج ديالي هنا هذا كله الدجاج ديالي غادي نرمدو هنا تورو ماي جاتي لا شابلور كولا ديال لا شابلور دوبو اه دوبو هنا غنرمد واقيلا فاي كونتار تيسا تيسا رحمه تيسا رحمه هنا انتم انا خلطت هذا الشيء وغنخليه ولا قدرتو ترقدوه وتجيو في الليل وطيبوه مزيان بغيتو ترقدوه ساعتين ثلاثه السوايع مزيان كاس ديال دانون ولكن راه رائع رائع انا الصراحه انا ما تنكذبش ما عمرني درت فيها دانون ولكن جربته واحد النهار عجبني هنا غنخلط هادشي سلتي بيا هنا هادشي غنمرمدو في لاشابلوغ هنا راه خليته ترقد هنا غنمرمدو في لاشابلوغ غندخلو الفران هنا غادي نمرمد هادشي وغنستفو هنايا غنزاحم هادشي وغندخلو حيت غندير بطاطا معاه هنا انا غنكمل هاكا غنحط دابا هدا ندير معاكم لا شابلو راه كتعرفو لا شابلو صافي ونفس الصلصة غنديرو فيها بطاطا وانا غنوريكم دابا نكمل معاكم هاكا حيت هدا راه ماشي عيشانة غندير منو تا الغدا للدراري ديال المدرسة ديال المدرسة حتى الغدا للدراري غنديرو ليهم
ان شاء الله غيتغداو من هاد. انا شرملت هادو شوف درتهم هكا دابا غندخلهم للفران. ها مصطفى غيديرهم في الفران. نورا صافي 200 درجه ياك مصطفى 200 اوكي. هنا كنقلي بطاطا في هذاك كنت درتها في داك لاصوص ودرتها في لاشابلو. هانتوما وهنا درنا خضيره مسلوقه وريتي مجن صافي شوني شوني قولي لها كوره كواتا كنت باش نمشي لعمرتي يدك انا ما نعمرهاش نوره. بنات ها عشايه من بعد ما خرجت وصورت لكم داكشي اللي سميتو ونتمنى يعجبكم. وهذا هو عشايه حيت الوليدات كنصيب لهم عي ساندويتش والمشكله خصهم ملي يجيو خصهم ياكلوا. وهذا حتى هو غندير لهم غدا منه هاد الدجاج هذا غندير لهم منه ان شاء الله دلا. ونتمنى يعجبكم شكرا لايك شكرا وكنبغيكم بزاف شكرا بارك الله لايك لايك لايك.